اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله تحياتي لحضراتكم وتحياتي للمهندس اسلام ولجروب بي ام بي واي اداره المشاريع. اليوم ان شاء الله هيكون المحاضره النهائيه في الكورس المبتدئين او الانترميديت على برنامج البرمافيرا فيرجن 18، وان شاء الله المحاضره دي هتكون محاضره مهمه جدا جدا بخصوص البروجرس ابديت او تقدم الاعمال. ان شاء الله في نهايه المحاضره اللي عنده اي سؤال يتفضل مشكورا يكتب سؤاله وهنرد عليه. هنحاول ان شاء الله نخلي المحاضره في حدود ساعه الا اذا كان المهندس اسلام عنده شغل اخر. طيب خلينا نبص. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قدمنا ايه محاضرات الى الان؟ قدمنا محاضره عن البريمافيرا اللي هي كورس اوفر فيو عن تاريخ وانشاء البريمافيرا والهيستوري بتاع البرنامج في المحاضره رقم 1، والكلام ده كله موجود على الجروب وموجود على قناة إدارة المشاريع بتاعتنا ليرن بروجكت مانجمنت. وزي ما قلنا قبل كده أعمالنا كلها يعني أعمال تطوعية بإذن الله، بنحاول نعملها في الويك إند نتيجة يعني البيزي سكادول اللي إحنا فيها إن شاء الله. فنرحب بأي أسئلة، وإن شاء الله يعني اعذرونا إذا في فرق توقيت كبير فأحيانا ما بعرفش أرد على الأسئلة وأشوفها بعدين. طيب المحاضرة الثانية كانت عن الـ WBS اللي هو Work Breakdown Structures، وقلنا ان ده ان انت بتقسم المشروع بتاعك الى مكونات يسهل ادارتها. كمان اتكلمنا عن الاكتيفيتيز اللي هي التاسكات، وهو اصغر مستوى في مستويات الشبكه او البريمافيرا بيبقى تحت ال WBS، واتكلمنا عن انواعها وازاي ان انت تعمل علاقات باكثر من طريقه ما بين الاكتيفيتي. كمان كان في محاضره رقم 3 عن الموارد الريسورسز، وكلمنا اللي هي الليبر ونن ليبر وماتيريال. اذا انت يعني حضرتك فاتك اي محاضره هتلاقيها موجوده، والاخ اسلام مشكورا حاطط كل المحاضرات على الجروب وايضا على القناه. المحاضره كانت 4، كانت عباره عن البيز لاين، يعني ازاي ان انت حضرتك تعمل بيز لاين، وقلنا ان ده الريفرنس اوف ميجرمنت اللي انت بتقدر تقيس تاخر الاعمال قياسا بالبيز لاين. وممكن ان انت اخر مهندس عيسى ممكن حضرتك تحط على برنامج البرمافيرا اكثر من 4 بيز لاين. واحد معتمد مع العميل بتقيس عليه الكونتراكشوال اوبليجيشنز اللي هي الحاجات التعاقديه والبرفورمانس بتاع الشركه، وواحد انترنالي الشركه بتعمله تقيس عليها معدلات التنفيذ اجريسيف سكيدولز عشان يشوفوا هم متاخرين قد ايه بالنسبه للسكيدول، لان هم عندهم نسبه بروفيت معين عايزين يحققوها، فمش عايز دايما يخلص على اخر يوم. طيب المحاضره اليوم ان شاء الله هتكون على البروجريس ابديت اللي هو تقدم الاعمال، وخلينا نروح على البي ام بي صفحه الشهيره اللي هي صفحه 25 الخاصه بالعمليات. نبص احنا قلنا ايه الصفحه دي، رقم 25 في البيم بوك جايد 6 اديشنز اللي هم عايزين يغيروه على اخر السنه دي على ما اعتقد، تمام. وقلنا ان النولج اريا اللي هي رقم 6 الخاصه بالبروجكت سكادولز، اتكلمنا فيها على من بروجكت سكادول مانجمنت 6.1 ديفاين اكتيفيتي سيكونس اكتيفيتي استيميت اكتيفيتي ديوريشنز، وبعدين ديفلوب سكادول كانت المرحله بتاعه البيز لاينز، وبعد كده نروح على المونيتورنج اند كنترولنج بروسيس جروبس. هنلاقي ان هي 7 هنلاقي هذه اللي هي 6.6 اللي هي كنترول سكادول اللي هي بتبدا حضرتك تعمل كنترول مونيتورنج اند كنترولنج على السكادول، يقصد بها الابديت، وتشوف انت فين من البيز لاينز، هل انت متاخر متقدم الكلام ده. يعني بنحاول ان احنا نربط البيم بوك جايد بالبريمافيرا بحيث ما يعني ما تيجي تذاكر البي ام بي ما تعرفش ما تقولش يعني هي كلها حاجات نظريه، لا هي حاجات عمليه
ولازم حضرتك لو خدت البي ام بي تبدا تكون عندك خبره عمليه، زي ما قلنا ان البي ام بي هي شهاده نور افضل على الطريق. يعني مش معنى ان خدت البي ام بي ان انت بقيت اكسبرت وان انت ممكن تشتغل في شركه كويسه، لا، محتاج الخبره العمليه وتطبق اللي اتعلمته في البي ام بي على منهج عملي، سواء في شركات انترناشونالز او شركات محليه اذا كانت بتطبق هذه المنهجيه. تمام؟ طيب، فاحنا كده بالنسبه للبي ام بي از اوكي، عرفنا العمليات. نرجع تاني على المحاضره بتاعتنا على الباوربوينت. Updating project schedules، ازاي تعمل ابديت للبروجكت schedules. طبعا كاتب الكلام كله بالانجلش عشان اخواننا اللي في اي دول تانية يقدر برضه يستفيد، وكمان اللي موجود في دولنا العزيزه يبقى عنده المصطلحات باللغه الانجليزيه، لان معظم الشغل الوقت لو عايز تشتغل في شركه محترمه يفضل انك تعرف لغه كويسه بحيث ان تقدر تنافس في الماركت. طيب، Updating project schedule، طبعا قلنا الابديت بيبقى ريجولاري، يعني بيبقى على فترات محدده مكتوبه في العقد. اذا انت شغال في عقد لوكالز غير عقد انترناشونالز غير عقد بتشتغل في اويل اند جاز غير بتشتغل في التيرن راوند، فبيقول لحضرتك ان انت بتعمل ابديت كل اسبوع، كل يوم، كل شهر، كل اسبوعين، بيزد على الامبورتانس اوف ذا بروجكت، على اهميه المشروع. وبتقيس طبعا الكرنت سكيدول بيرفورمانس كومبيرد تو على البيز لاين، واحنا عرفنا طبعا اللي هو البيرفورمانس بيز لاين بيشمل السكوب والكوست والتايم، مكتوب صراحه كده في البي ام بي. فده اللي هي الابديتنج سكيدول، ان انت بتشوف انت حاليا فين وتقارنه بالبيز لاين، بالخطه اللي انت حطيتها للمشروع في الاول، بحيث تعرف هل انت متاخر، متقدم، انت حضرتك فين في تقدم الاعمال. بحاول اشوف لو في كومنت. طيب، قبل ما تبدا تعمل ابديت يعني لازم تسال مجموعه من الاسئله. يعني مش معنى ان انت تروح على طول تاخد المعلومات ورايح على البي 6 او المايكروسوفت بروجكت. اذا كنت بتستخدم مايكروسوفت بروجكت، مهندس اشرف سلامه ارحب بحضرتك، وتروح على طول تطبق على البرنامج، لا، لازم في تقعد مع مدير المشروع ومع تشوف تراجع مستندات التعاقد ومع التيم الموجود وتتفق على السيستم اللي انت هتعمل بيه ابديتس للسكاديول. سواء هتعمل السكاديول اكسل، هتعملها على مايكروسوفت بروجكت، هتعملها على اوبن بلان، هتعملها على بريمافيرا، هي لازم يكون في سيستم ومتفق على هذا السيستم عشان يبقى الموضوع سهل. تمام؟ فبتقول طبعا مين اللي هيجيب المعلومات، يعني انت ازاي هتجيب المعلومات؟ لازم يبقى عندك ستاندرد فورمز. والله الجماعه اللي شغالين في السايت بعمل لهم اكسل شيت وبحط لهم الاكتيفيتي اي دي، الاكتيفيتي نيم، والبيرسنت كومبليت، والستارت اند فينش، بعمل لهم حاجه سمبليفايد وببعتها للفورمان او الاخ اللي هو مراقب الموجود على السكشن الفلاني، اقول له عبي لي الكلام ده كل اسبوع تبعته لي. اذا كان عندي بريدجز ببعت جزء خاص بالبريدجز للمهندس الخاص بالبريدجز وبحط له معلومات سهله. كلما سهلت المعلومات والفورمات اللي انت بتبعتها كلما كانت اسهل للتيم اللي في السايت اللي واقف في الحر والشمس ان يعطيك معلومات. اذا اعطيته اكسل شيت فيه 40 50 كولم ومعلومات وابنت فاليو مش هيعطيك اي حاجه. فطبعا لازم تسهل المعلومات، يسره ولا تعسره، وبشره ولا تنفره. فلازم دايما يكون المعلومات او انت كسكادولر او بروجكت كنترول بتخلي المعلومه بسيطه وسهله عشان كل التيم اللي موجود يشعر بقيمة المعلومة، وكمان يسهل عليك الموضوع. فبتقول مين اللي هيجيب لك المعلومات؟ عندك أربعة خمسة فورمانس في خمسة ستة سكشن. لو أنت شغال مباني عندك كم سكشن مباني وكم عمارة وهل في انفراستراكشرز وكلام ده، وبتعمل فورم لكل ديسيبلين من الديسيبلين الموجودة، وبتقعد مع إخواننا الموجودين في السايت وتقول له يا عم أنت كل أسبوع هتحط لي المعلومات وأنا بسهل لك الفورمات، وقول لي أسهل طريقة أعملها لك إزاي عشان يتعاون معاك ويعطيك المعلومات. طيب، how often should the project be updated؟ طبعا قلنا الكلام ده انت بيعتمد على مستندات التعاقد، على المشروع بتاعك. هل انت بتعمل ابديت كل ساعه؟ في مشاريع التيرنر راوند الخاصه ما بتوقف محطه ريفاينري كبيره بتطلع في اليوم بملايين الدولارات، ما بتيجي تعمل تيرنر راوند بيبقى مدته تقريبا شهر، فبيكون الابديت يعني افري اور كل ساعه، لان لو فالف معين، صمام معين، او ماسوره معينه اتاخرت ساعه
مش هتقدر تخلص اللاين، ومش هتقدر تخلص البرودكشن يونت، وهيكون في خسائر كتيرة جدا على الشركة. فلازم انت حضرتك تكون يعني واعي بتعمل الابديت كل قد ايه، تمام، ويكون الامور واضحة وما يبقاش في تأخير بإذن الله. طيب، are the resources local or off-site؟ الريسورسز اللي هتساعدك في عمل الابديت هل هي موجوده في السايت؟ هل هم ريموتلي؟ مثلا انت شغال مثلا في مشروع معين، معظم شركات اللي هي الانترناشونالز بتلاقي طبعا شغال معاك ناس في لندن وناس في امريكا وناس في ميدل ايست في اكتر من مكان. فطبعا لازم يبقى عندك كوميونيكيشن بلان، ودي مهمه جدا مكتوبه في البي ام بي. ازاي انت هتاخد المعلومات؟ مين هم الستيك هولدرز؟ مين هيبعت لك ايه؟ الكلام ده موجود عندك في الماتريكس ومحدده في اول المشروع، عشان لما تيجي تعمل ابديت ما يبقاش عندك مشاكل، وتبقى عارف ان المعلومه الفلانيه هتجيبها من المشروع الفلاني، من السكشن الفلاني، من الاخ اللي موجود في انهي دوله من دول العالم. Who will need to see the result of the update and when؟ طبعا لازم تبقى عارف مع مدير المشروع. طبعا كل مشروع له different level of reporting، يعني مدير المشروع عايز يبص على التفاصيل بتاع المشروع بالاكتيفيتي، مدير القطاع عاوز يبص جاست على ال WBS، السي او بتاع الشركه عاوز يبص جاست على المايلستونز. فانت كبروجكت كنترول عشان تبقى محترف وراجل يعني كلمتك مسموعه ولك اهميه، فتبقى عارف تعطي المعلومه السليمه للشخص السليم. يعني ما تروحش لواحد سي او تبعت له تقرير 40 50 صفحه مش هيقرا حاجه، لكن دايما على كل ما ارتفع يعني الليفل بتاع المديرين عايزين معلومات بسيطه وجاست ان تو لاينز، تقول له المشروع متقدم ولا متاخر. في بعض مديرين المشاريع عايز يبص على الاس سي بي اي والسي بي اي فقط لا غير، اللي هي السكادول بيرفورمانس اندكس والكوست بيرفورمانس اندكس، بيعرف ان السكادول المشروع متاخر عن السكادول او اهيد، وبيعرف ان الكوست اوفر ران ولا اندر ران، بيعرف المشروع من هدوك التو اندكسز وشرحناهم قبل كده وموجودين في البي ام بي، واخونا هشام اسلام اكيد بيشرح الكلام ده. وقلنا الاس سي بي اي اي حاجه بتبدا بالارند، يعني ارند اوفر بلاند او ارند اوفر اكشوالز، اي معادلات من معادلات الاندكسز بتبدا دايما بالارند. اذا هتحسب فاريانسز بتبقى علامه ناقص، يبقى ارند ماينس بلاند، ارند ماينس اكشوالز. اذا هتحسب اندكسز بتبقى ارند اوفر مقسومه على بلاند او على اكشوال، يبقى انت كده ما بتحفظش حاجه. حضرتك بتتابع المشروع وفاهم الحاجات دي كلها، ما بتحفظش اي حاجه. لا يوجد في الهندسه حفظ. طيب، what type of information will be generated after each update؟ زي ما قلنا كده different kind of reporting. هل هتعمل milestones chart؟ هل تعمل S curve؟ هتعمل very detailed report؟ الكلام ده هتحدده مع مدير المشروع وعلى بيزد على اهميه المشروع. تمام؟ قلنا identify the information to collect depend on the whether activities or individuals. طبعا احنا محتاجين individual resource assignment are being updated. هل انت هتعمل update على resources؟ لو انت بتعمل يس تمام مهندس اسلام جميل، لو كنت حضرتك تحط كل المعادلات كمان كمل كل المعادلات الله يبارك لك كن شاكر. فقلنا طبعا انت لما تيجي تعمل update، هل بتعمل update بس جاست على الاكتيفيتيز ولا بتعمل update على الريسورسز؟ لو انت حضرتك بتعمل كوست كنترول على البريمافيرا، قلنا برنامج البريمافيرا بيتيح لك انك تعمل كوست كنترول، ولكن معظم الشركات عندها اي ار اي ار بي سيستم. حط لنا مهندس اسلام كمان اللي هي الكوست اندكس السي بي اي وكمان السي في لو تكرمت، المعادلتين الباقيين كمان. فبتعمل كوست كنترول على برنامج البريمافيرا او بتعمله على اي برامج من البرامج الموجوده في الماركت. Updating activities by assigning actual dates and adjusting remaining durations. مهمه جدا المعلومه دي يا جماعه، لان معظم المحاضرات الموجوده على اليوتيوب للاسف مهندس اسلام خلينا نحط السي بي اي كمان زي ما تفضلت، كمل السي بي اي والاس بي اي. طيب بيعمل ابديتس للاكشوال بدون ما يعدل الريميننج ديوريشن، وهذا خطا شديد جدا وبيعطي لك معلومات خطا. لو انت شغال على ديوريشن برسنتج بتمشي هالموضوع، يس يو كان ابديت ذا ديتس، والبرنامج اوتوماتيكالي بيحسب لك الريميننج ديوريشن. لكن لو انت شغال فيزيكالز
percent complete. اسلام هحط لنا، هل نكتب المعادله بتاعه السي في؟ السي في برضه هي ايكوال، قلنا هي ايكوال الايرند ماينس الاكشوالز. تمام. اشكرك يا حبيبي، اشكرك. حط لنا كمان السي بي اي. Update the source assignment by entering actual hours or dates for the remaining durations. فانت بتحدد هل هتعمل ابديتس في المشاريع الصغيره، دايما بيعمل بس ابديت للديتس. المشاريع الكبيره بيطلب ابديت للموارد الريسورسز الموجوده. جزاك الله خير مهندس اسلام. يبقى بس المحاضره منها يعني ريفرشمنت على البريمافيرا، ومنها كمان تطبيق على البي ام بي وفي المعادلات عشان الناس اللي موجوده يبقى معلومات في دماغهم. طيب وات ميثودز، اي طريقه هتستخدمها في الداتا كولكشن، في ان انت تجيب المعلومات. الكلام ده طبعا بنتكلم على مستوى الشركات الكبيره، لو هتشتغل في شركات كبيره مشاريع محترمه انترناشونالز، فالسيستم ده بيفيدك جدا. لما تشتغل في مشاريع لوكالز صغيره يعني بيبقى الموضوع بسيط، وبتبقى يعني بعضها ابديت بس على الديتس والاس كيرف اذا كان في كوست لودد اسكالي. التايم شيتس طبعا دي حاجات في الشركات المتقدمه جدا، ان هم بيتابعوا بالتايم شيتس، وده مش موجود عندنا الحاله ديت الا اذا كنت انت شغال في كونسلتنت بيتابع الكلام ده، ممكن ان احنا نبقى نشرحها. وطبعا في اكونتنج سيستمز بتتعامل مع اخواننا الموجودين في الكوست كنترول وعندهم اكونتنج سيستم، وكلمنا عن الاكونتنج سيستم في محاضره الموارد، ازاي ان انت تضيف الاكونتنج سيستمز كودد انتو بريمافيرا والتاي ريسورسز، تربط الموارد بالاكونتنج سيستم عشان لو عايز تطلع كوست كنترول ريبورت بيزد على الاكونتنج سيستم تقدر تطلعه من البريمافيرا. تمام. How often you should be updated؟ قلنا ان انت الكلام ده ممكن يتعمل hourly او monthly او daily based على اهميه المشروع. Methods of updating: update progress for all activity and resources as a whole. هل هتعمل updates للمشروع بالكامل والموارد as a whole؟ ولا بس هتعمل update activity and resources individually، تعمل ده لوحده وده لوحده؟ ولا هتعمل ابديت بروجرس فروم ذا تايم شيت؟ هل انت تعمل الكلام ده من التايم شيت لو انت شغال مع مكتب استشاري ومهمه جدا منه الساعات بيدفع بالساعه وعاوز يربط التايم شيت ببرنامج البريمافيرا، يقدر ان هو يعمل لينك ما بين التايم شيتس وما بين الكلام ده. او لو انت عايز يوز ا كومباينيشن اوف ذا ابوف ميثودز، لو انت هتستعمل كل الطرق اللي فاتت، يعني هتعمل ابديت للاكتيفيتيز، هتعمل ابديت للريسورسز، هتستخدم التايم شيت في عمل ابديت للموارد، ممكن تستخدم الكلام ده كله. وطبعا الكلام ده بيبقى يعني محتاج ستاف كتير ومحتاج معلومات كتير، وبيعتمد على اهميه المشروع اللي انت شغال فيه. طيب the update process should include، ما تيجي تعمل ابديت للسكيدول هي ستاندرد process، يعني حاجات بتحددها الطريقه اللي انت هتشتغل عليها، وازاي ان انت تو ريكورد، ازاي هتسجل الكلام ده على برنامج البريمافيرا او مايكروسوفت بروجكت او اي برنامج اخر بتستخدمه. الفرق او اهميه برنامج البريمافيرا ان ده انتربرايز، يعني انت ممكن تحط عليه شركات مش مشاريع، مش مشاريع. يعني انت المايكروسوفت بروجكت هو على مستوى مشروع، لكن البريمافيرا بتتيح لك انك تتابع مشروع وبروجرام اللي هي مجموعه من المشاريع، وبورتفوليو اللي هي مجموعه من البروجرامز. ده يبين اهميه البرنامج القوي ده، ان هو يقدر تحط عليه حافظه مشاريع وبرامج وبورتفوليوز لمجموعه كبيره جدا من الشركات. عشان كده البرنامج ده مهم. اما المايكروسوفت بروجكت هو سكيل، اسمه مايكروسوفت بروجكت على سكيل مشروع. يو كان نوت، ما تقدرش انت تتابع فيه مجموعه من الشركات. يو هاف تو جو اند دو ات انديفيدولي، تعمل كل حاجه individually، لان ما عندكش امكانيه على المايكروسوفت ان انت تعمل الكلام ده كله. طبعا انت بتروح على برنامج، ما تاخد المعلومات من السايت من اخواننا الموجودين، بتروح تعمل اكشوال ستارت واكشوال فينش. الكلام ده طبعا هنشوفه في التطبيق عملي الان. اذا كان الاكتيفيتي انتهى تحط اكشوال ستارت اكشوال فينش. طيب ان ما كانش الاكتيفيتي كومبليتد بتحط الاكشوال ستارت وين ذيس اكتيفيتي ستارت،
وبتحط الريميننج ديوريشن. يا جماعه الموضوع ده مهم جدا الريميننج ديوريشنز، لان كل المحاضرات اللي شفتها الى الان ما بيعملش الموضوع ده، وده بيعطي نتائج غلط بالنسبه للفوركاستد كومبليشن ديتس. الاكشوال ريسورس او الكوست تو ديت، تمام، وتعمل اللي هي الابلايد اكشوالز على السكيدولز. اذا انت عايز تعمل بعد ما عملت الابديتس ولقيت نفسك طبعا عند وطلعت الريسورسز هيستوجرام ولقيت ان انت عايز تعمل ريسورس ليفلنج، بس طبعا تبقى فاهم انت هتعمل الكلام ده ازاي، لان ده هياثر على مده المشروع. ممكن تعمل الكلام ده باتفاق مع مدير المشروع. بعدين بتعمل بتطلع الفاريانس ريبورت، في حاجه اسمها الفاريانس ريبورت، وده كمان موجود في البي ام بي، وموجود في ان انت تطلع الفاريانس ريبورت ان انت موجود الان فين كومبيرد تو ذا بيز لاين، يعني الكرنت ديتس كومبيرد تو ذا بلاند ديتس، الكرنت كوست كومبيرد تو ذا بلاند كوست، الارن فاليو. فالكلام ده كله اسمه فاريانس ريبورت، مهم جدا جدا ان انت تعرضه على مدير المشروع وعلى الهيئه الموجوده، بحيث تعرف ان انت حاليا سكادولينج وايز وير يو ار فروم ذا بيز لاين، فين حضرتك من البيز لاين اللي انت حطيته في بدايه المشروع، هل انت متاخر متقدم، هل في تكلفه كوست زياده او اقل. موضوع البيرسنت كومبليت، قلنا ان البريمافيرا ده هشرحها برضو عملي، ان فيها ثلاث انواع من البيرسنت كومبليت: ديوريشن بيرسنتج وبيونت بيرسنتج والفيزيكال بيرسنتج. الفيزيكال دي بتحطها مانيوالي، حضرتك بتروح مانيوالي كده، لو انت بتقول والله انا الاكتيفيتي الفلاني في 100 متر اكسكافيشن حفر نفذت منه 20، نسبه الانجاز 20%، فبروح مانيوالي احط نسبه الانجاز 20%. الديوريشن بيرسنتج بتعتمد على الديوريشنز، هاو ماتش ديوريشنز من هذا النشاط اللابزد جون، بقسمها على الاوفر اول ديوريشنز، والبرنامج بيحسب لي البيرسنت كومبليت، تمام. واليونتس، لو انا عندي ريسورسز فيه 100 طن كونكريت واستخدمت منه 20، بقسم 20 على 100، بحسب قد ايه يونت بيرسنت كومبليت بالنسبه للريسورس. يبقى اليونتس حاجه خاصه بالموارد، الديوريشن حاجه خاصه بالتايم، الفيزيكال دي مانيوالي حضرتك بتحطها على البرنامج الزمني. يبقى لازم تفهم لما تيجي تعمل ابديت للسكيدول، السكيدول ده اسايند عليه اي نوع من البيرسنت كومبليت، بتقيس البرفورمانس بتاع الاكتيفيتي ده على اي نوع من دول، عشان ما تيجي تحط النسب تكون النسب مظبوطه. طيب اتكلمنا على ان انت تحط نسبه اي بيرسنت كومبليت، وطبعا الكلام ده بيبقى موجود في البيز لاين، وطبعا الكلام ده هنشرحه عملي الان على برنامج البريمافيرا. ان هم فور ستيبس، ان انت بتعمل الديتس الاستاتس اللي هي اكشوال ديتس، تحط الريميننج ديوريشنز، اللوجيك تشينج، بشوف اللوجيك سكادول هي اف 9 او سكادول دي بتعمل لك. بعد ما تحط كل المعلومات بقول للبرنامج احسب لي الكرنت سكادول، احسب لي احنا فين، تمام. وطبعا بموف الداتا ديت، الداتا ديت يعني الديت اللي انت بتريكورد فيه البروجرس. انا النهارده مثلا تقريبا 13 جولاي جمعت كل المعلومات بحطها كلها في البرنامج، بغير الداتا ديت، بعمل اف 9 بيطلع لي البرنامج التواريخ الاكشوالز، التواريخ اللي هي فوركاستد، وبيحسب لي الشبكه وبيحسب لي كريتيكال باث، وبناء عليه ببدا اشوف الفاريانس ريبورت. الموضوع سهل، تحط الاكشوال ديتس، تحط الريميننج ديوريشن لو الاكتيفيتي از نوت كومبليت، تراجع اللوجيك، تحرك الداتا ديت، تعمل اف 9، تطلع فاريانس ريبورت، وتعمل البرنت بحيث تعرضه على مدير المشروع. ده ايه بقى بيقول ايه اخر السلايدز، هنا بنشوف اخر السلايدز طبعا. طيب خلينا نروح على برنامج البريمافيرا عملي عشان نشوف الكلام ده نطبقه على برنامج البريمافيرا. هنعمل طبعا بعض الاكتيفيتيز اللي هي از نوت ستارتد يات ونشوف الكلام ده. ده نموذج اهوت للمشروع اللي اتكلمنا عليه اللي هو سيتي اوفيس بيلدينج، لو انت ما عندكش الكلام ده هتلاقيه موجود على القناه، وهتلاقي كمان الاكس سي ار فايل اللي هو البريمافيرا فايل موجود، وهتلاقي كمان البي دي اف موجود. طيب المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن البيز لاين، وقلنا ان احنا بنروح على البروجكت من تين
واحط البيزلاين بتاعي. لو انت فاتك المحاضره دي هتلاقيها موجوده. وبعد كده بعمل اساين للبيزلاين، بيظهر عندي اللي هي اليلو الاصفر ده بارز ديت البيزلاين. وهاخد مثلا نموذج الاكتيفيتي، بروح على ايه عشان اعمل ابديت يا اخوانا؟ بروح على طبعا في عندك الجنرال، دي المعلومات الرئيسيه الموجوده عن الاكتيفيتي. بيقول لك نوع الاكتيفيتي تاسك ديبندنت، على انهي دبليو بي اس، الاي دي بتاعه اسمه ايه، الديسكريبشنز، شغال هو على بيرسنت كومبليت تايب، قلنا اتكلمنا عليهم، هل هو ديوريشنز ولا فيزيكال ولا يونت. مهم جدا تعرف الكلام ده. فاحنا النشاط اللي احنا واقفين عليه ده اللي هو كونكريت فيرست فلور، اللي هي الخرسانه الخاصه بالدور الاول، ده نشاط شغال على كالندر، على خمس، بيشتغل 5 ايام في الاسبوع، وعليه برايمري ريسورس موجود عليه اسمه ايرون وركرز، وشغال على فيزيكال بيرسنت كومبليت. تمام، هروح بعد كده على ايه، على الستاتس دي اللي انا بعمل منها الابديت. تمام، النشاط ده بلاند يبدا في 31 جانيوري 2013 وينتهي في 22 مارس 2013. انا هقول لا. تمام، خلينا انه نحط تواريخ ثانيه. طيب انا هقول النشاط ده هيبدا 1 جانيوري 2013 وهينتهي، بدل ما ينتهي هنا اهوت 4 مارس، خليه مثلا ينتهي خليه مثلا اكبر شويه 30 ابريل. تمام، واعمل بعد كده ايه F9، شايف انت F9، واغير الداتا ديت. انا حطيت هنا اكشوال 1 جانوري 2013، هروح اغير الداتا ديت على 1 جانوري 2013 واقول سكيدول. تعالى بقى نشوف كده النشاط اللي هو الخرسانه، حطيناه جانوري 2013 وحطينا له ايه فوركاستد كومبليشن ديتس اللي هو 1/2 مارس. تمام، والبيز لاين ديتس بتاعته هي، خلينا نبص بس يا جدع على البيز لاين. تمام، ادي البيز لاين بتاعه فين، بدا قبل البيز لاين وينتهي بعد البيز لاين واصبح جزء منه كريتيكالز. تمام، طبعا المفروض نحرك لك الداتا ديت للاند اوف ذا اكشوال هنا. تمام، واصبح في جزء كريتيكالز. طيب ليه لو انت بصيت كده ليه البرنامج لم يحترم الديت اللي احنا حطيناه؟ يعني انا حطيت له هنا 31 مارس كاكسبكتد فينش، والبرنامج قال لك الريميننج ديوريشن بتاعته 36. ليه البرنامج لم يحترم هذا الديتس وطلع لي هنا اند اوف اكتوبر؟ خلينا نبص على لو في اي كومنت. تمام، هتلاقي طبعا النشاط ده اكيد عنده predecessors. تمام، ما انتهاش، هو is driving the dates. هو هنحط الفينش بتاعه هنا. اوكي، النشاط ده اللي قبل منه بينتهي في 9 اوجست 2013. تمام، فانت عندك هنا out of sequence، في هنا out of sequence، حاجات دي مهمة جدا وان شاء الله عايزين نبقى نشرحها بالتفصيل في الكورسات المتقدمة. فانت ما تيجي تلاحظ لو انت حطيت remaining duration ولقيت ان البرنامج عطالك different completion dates، تروح تبص على النشاط ده مربوط بانهي نشاط اخر، وهل هو خلص ولا لا. واذا كان النشاط ده خلصان، بص على اللي قبله واللي قبله، تشوف what is driving your completion date، ايه اللي مأثر على مده النشاط ده وما بيخليه ما يخليش يخلص في المده اللي انت عاوزها. هتبص على النشاط ده هتلاقي original duration 36، ولكن هتلاقي at completion duration 192، يعني النشاط ده حصل له تاخير كبير جدا جدا جدا. اكشوال بس سو فار 156 وبقى 36، وانا ممكن احط مثلا برسنتج كومبليت مثلا 70% واقول البرنامج احسب. تمام، ويطلع لي الديتس. طيب انا حاطط هنا، قلنا من المره اللي فاتت انت بتحط رايت كليك كولمز وتحط كل الديتس اللي عندك من الديتس اللي هنا. انا عايز احط البيز لاين ستارت، بيز لاين فينش، وعايز احط الفاريانس، الكوست فاريانس، سكادول فاريانس اندكس، ديلي فينش ديت اللي هي اسمها الفاريانس اللي هي بيز لاين بروجكت فينش ديت، وتاخير البدايه انا كاتبه بالعربي هنا اسمه فاريانس بيز لاين بروجكت ستارت. الحاجات دي منين؟ لو انت رجعتها بالسهم كده هتلاقيها موجوده هنا اندر ديتس، تحت الديتس اهي. نحطها تاني، انا عايز احط الفاريانس
تأخير في بداية الأنشطة اللي اسمه variance start project start date والvariance في الفينش اللي هي baseline project finish date وعاوز الاسكاديول اندكس اللي حط المعادله بتاعتها المهندس هشام والكاست اندكس هذا كوست فاريانس ممكن احط كمان الكوست اندكس اللي هي السي بي اي احطها موجوده فينا يا جماعه لو انا عايز اي حاجه ممكن تروح هنا وتعمل عليها سيرش هتلاقيها موجوده ممكن تكتب اي يعني كنترول اف وتحط اندكس اندكس وتبحث عليها هتلاقيها موجوده مثلا كوست بيرفورمانس اندكس اروح حاططها هنا واقول له ابلاي وابين كل الاعمده اللي عندي موجوده. هذا اشوف طبعا التاخير في بدايه المشروع اللي هو بدايه الانشطه، التاخير في النهايه السكادول برفورمانس اندكس السكادول برفورمانس اندكس وهنا كوست فاريانس كوست برفورمانس اندكس ده فاريانس هنا اللي هو ده فاريانس لو انا بصيت عليه هتلاقي ده كوست فاريانس اندكس. كوست فاريانس اندكس وده سكادول فاريانس اندكس اللي هما الفرق في التواريخ تمام؟ طيب وتشوف الارقام الموجوده هنا اهوت وتعرف المشروع بتاعك اهيد اور بيهايند سكادول اهيد اور بيهايند سكادول من الديتس اللي هنا اقدر احدد يعني تاخير في البدايه النشاطات ديت في زيرو يعني معناه ان البلاند ديت ماتشنج ذا الاكشوال ديتس هنا مثلا زيرو هنا في واحد هنا في ثلاث ايام هنا في 20 يوم هتبص تلاقي النشاط ده يخلص في فبراير 12 ولكن بيز لاين كان بيقول ان هو يخلص في 31 اكتوبر 2011 فده التاخير في بدايه ده التاخير في البدايه اهوت وهنا التاخير في النهايه ديلي ان فينش في 327 يوم بيطرح هو البيز لاين ديتس ماينس الفينش ديتس ويعطيك الايه؟ التاخير النهائي والبدايه بيحسب لك طبعا الستارت ديت ماينس الستارت ده ويحط لك الدايه جو من هنا 20 يوم تحسب 27 سبتمبر 2011 ماينس 27 اغسطس كذا هيديك 20 يوم اللي هم تقريبا لان التاسك ده شغال على 5 ايام ف 20 وركينج دايز يعني معناهم 30 كالندر دايز 30 كالندر دايز تمام. اتمنى تكون المعلومه ديت واضحه يا جماعه ان انت ممكن بعد ما تعمل ابديت تحط التواريخ وتطلع الكولم بتاعت البيز لاين وبتاعت الكرنت سكاديول وتحط الفارينس في الستارت والفينش وتحط السكاديول فارينس اندكس وتحط الكوست فارينت اندكس وتحط طبعا خلينا نشوف دي لان بس هدي على الليبر لكن دي ان جنرال هي ديت نفس الكلام تمام اهو السكاديول فارينس كوست بيرفورمانس اندكس وخلينا نحط السكاديول بيرفورمانس اندكس ايضا اندكس البرنامج مش عايز يقبل اندكس اهو سكادول برفورمانس اندكس نحط المعلومه الصح شيل ده خالص لو انت بصيت كده على المعلومه دي هسال المهندس خلي المهندس هشام مهندس اسلام معلش يقولها مهندس اسلام السكادول برفورمانس اندكس 0.44 معنى كده ان السكادول ايه؟ حضرتك تكتب نوس عشان الناس ايه تستفيد والكوست بيرفورمانس اندكس عندي 1.2 المعادلات موجوده يا جماعه قلنا ان سكادول بيرفورمانس اندكس معناها الايرند اوفر بلاند والكوست بيرفورمانس اندكس معناها الايه الايرند اوفر اكشوالز الحاله ديت وات ويل بي ذا ستاتس اوف ذا بروجكت اتمنى من الجماعه المحاضرين اللي موجودين معانا يكتب هيز نوتس ويقول لي المشروع ده حالته ايه فين الاخوان الموجودين؟ مهندس هشام، مهندس اسلام، لما انا مهندس هشام شكري السبكي. اقول يا مهندس هشام وات از ذا ستاتس اوف ذيس بروجكت؟ المشروع ده متاخر ولا متقدم؟ اكتبوا لنا النوتس. السكادول بيرفورمانس اندكس 0.44 والكاست بيرفورمانس اندكس 1.2. جميل 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 مهندس حسن
جريت، اشكرك مهندس حسن ابو بكر. اف اس بي اي تمام، اف اس بي اي ليس ذان 1 يس، ذات مين ذا بروجكت از بيهايند ذا سكيدول. اوكي اند الكوست، عشان ما حدش ينام بس مننا في المحاضره ديت. طيب يبقى احنا متاخر. تمام تمام يا مهندس هشام. وات اباوت ذا كوست مهندس هشام؟ اخبار الكوست هنا ايه؟ الكوست بيرفورمنت اندكس قلنا ان هو ايرند اوفر اكشوالز. تمام طبعا احنا قلنا الايرند اوفر اكشوالز 1.2، معناها هنا ان الايرند اوفر اكشوالز تمام 1.2، معناها هنا ان الايرند اكبر من الاكشوالز، الايرند اكبر من الاكشوالز. تمام طيب is then one that means the project is over budget. طيب لكن هي طبعا الحاله عندنا ان السي بي اي اكبر من واحد، فمعناها ان البروجكت اندر بادجت. تمام معناها ان الاكشوال ان الايرند فاليو وات يو هاف ايرند از مور ذان وات يو هاف سبنت، معناها ان انت خدت من الكلاينت بزاوية 1000 دولار ولكن صرفت منهم بس 900. تمام فانت وفرت لان انت مصاريفك اقل من الدخل اللي جاي لك، فانت كده يعني بالنسبه للكوست از اوكي. طيب المشروع ده محتاج ايه يا جماعه؟ المشروع ده في حاله زي ديت، وطبعا دي اسئله بتيجي في البي ام بي، المشروع ده محتاج ايه عشان يرجع حالته؟ الموضوع ده طبعا بيبقى المشروع ده بالنسبه للكوست مفيش فيه مشكله، بالنسبه للتايم فيه مشكله. يبقى انت عاوز ترجع المشروع اون تراك، تعمل ايه؟ اخوانا بتوع البي ام بي مهندس اسلام، مشروع متاخر تايم وعايزين نخلي المشروع اون بلان، نعمل ايه؟ وعندي السكادول بيرفورمانس اندكس 0.44. البي ام بي فيها اكتر من طريقه ان انت ترجع المشروع تاني على البلان، نعمل ايه يا جماعه؟ مكتوبه في البي ام بي، ما اعرفش الصفحه المعينه. تمام هستنى حد يقول. مهندس هشام، مهندس اسلام، الاس بي اي اقل من واحد، المشروع متاخر، اي جود ريكفري جود، نعملها ازاي؟ عندك ريكفري ممكن تعمل طبعا البي ام بي بيقول لك ممكن تعمل حاجه اسمها فاست تراكنج. فاست تراكنج يعني الاكتيفيتي بدل ما هي ماشيه ان سيكونس تخلص الانشطه ديت تعمل اللي بعدها، بس طبعا ده مش هتعمله على اي نشاط، هتعمله بس على الانشطه يا مهندس هشام الا على الكريتيكال باس. هتروح على الكريتيكال باس وتشوف الانشطه الموجوده وتشوف الانشطه اللي ممكن تعملها فاست تراكنج، يعني تعملها بدل ما هي بتخلص ان سيكونس واحد بعد واحد بعد واحد، هتعملها ان باراليل يعني متوازيه. طيب لو دي ما حلتش معاك المشكله بتعمل حاجه اسمها كراشنج. كراشنج بتزود الموارد تمام الموجوده على الانشطه وتقلل الديوريشنز تمام، وده هيكلفك كوست، والكلام ده موجود من ضمن اسئله البي ام بي. تمام وده معناه في الاي اند اوف ذا لايف اسمها ريكفري. يبقى انت ممكن عندك حاجتين، يا هتعمل فاست تراكنج يا هتعمل كراشنج ليورو سكيدولز، بحيث ان انت ترجع البرنامج تاني. وانت طبعا البرنامج ده ما فيش فيه مشاكل في الكوست، فانت لو صرفت شويه على الكوست بحيث انك توفر تايم بحيث ان انت تخلص اون تايم، يبقى ده ما فيش فيه مشكله. جميل جميل مهندس اسلام، فاست تراكنج اجريد اجريد 10 على 10 رجاله البي ام بي وحوش البي ام بي. تمام المشروع ده ما فيش فيه مشاكل في الكوست، ممكن تصرف عليه شويه وتقلل الديوريشن وتعمل كراكنج، او مش عايز تصرف فلوس وعايز تعمل فاست تراكنج على الاكتيفيتي اللي على كريتيكال باث ممكن تعملها. جميل جميل مهندس اسلام. تمام يبقى احنا عرفنا في المحاضره اللطيفه ديت، طبعا في تفاعل جامد جدا، ازاي ان انت بتعمل ستاتس لكل الانشطه. تمام وطبعا لو انت عندك الموارد بحط الموارد هنا، انا عندي البادجت كوست اهيت وعندي الاكشوال كوست. لو انا عايز اروح احط الاكشوال كوست اللي عندي مثلا المشروع ده فيه بادجت كوست، واحط صفار اكشوال كوست 20,000 تمام، واحط كمان على الاكسكافيتور مثلا 10,000، وتشوف كمان البادجت اللي هنا الريميننج يونت او الريميننج كوست وتحطها على الكوست اكونت اللي عندك. تمام اقدر كمان ان اطلع الكوست ريبورت لو انا عايز اشتغل كمان كوست على الانشطه واطلعها بالكوست بتاعتها عند البادجت كوست،
واحط الاكشوال كوست واطلع الريميننج كوست الموجود على كل نشاط. تمام. وممكن احط كمان هنا رايت كليك اخش على اليونتس واحط كمان البرسنتج. لو مش موجود عندي البرسنتج ممكن كمان ان انا احط البرسنت كومبليت اهيت يونت برسنتج احطها موجوده عندي بحيث تبان لي الاكسكافيتورز تم استهلاكه 59%، الاكسكافيتور تم استهلاكه 37 بوينت سمثينج في المية، وعدد الاورز الموجوده هي الاورز موجوده. لو عايز تحط كمان الاورز الاكشوال يونتس تحط الاكشوال اورز تحط الاكشوال كوست. تمام. وتحسب الكلام ده كله موجود عندك تقدر تطلع الكوست ريبورت. عاوز تطلع الفارينس ان ديتس قلناها التاخير في البدايه او النهايه. في سؤال انسال من على احد الجروبز بيقول ازاي ان انا اخلي البريمافيرا تتكلم عربي او تكتب عربي. فطبعا في بعض الاسئله راح قال لك غير الادمن سيستم. لا، ما بتغيرش الادمن. حضرتك بتروح على البروجكت على كنترول بانل وتروح على اللانجوج. تمام. لانجوج وتروح هنا على الكيبورد تشينج كيبورد وتتاكد ان انت ضايف هنا الانجليش والعربي عشان تروح تضيف العربي. عايز تضيف فرنساوي تضيف اسباني تضيف اللغه اللي انت عايزها تضيفها. ما بتغيرش في السيستم. لو غيرت في السيستم بيغير لك الديفولت لانجوج الموجوده على البرنامج. وان انا طبعا عايز البرنامج او عندي عايز الكمبيوتر بتاعي دايما انجليش ديفولت بتاعه وما اكتب انجليش فانا مش عايز اغير الديفولت لانجوج. بس انا عايز على الكيبورد وعلى البريمافيرا يكون عندي كل اللغات موجوده اقدر ان انا احطها على برنامج البريمافيرا زي ما عملنا كده. برجع تاني لبرنامج البريمافيرا وممكن اروح على الكولم ده واللي هو واقول ايديت واروح هنا على مثلا ديلي انفينيش دي اقول له ايديت واسميه التاخير. التاخير في النهايه تاخير في النهايه اهو تكلم عربي وزي الفل عملية. تمام. هتلاقي عندك هنا تأخير في بداية المشروع تأخير في النهاية. اخواننا اللي بيسألهم على ازاي يخلي البريمافيرا تكتب عربي هذه قلنا من الموضوع ليس له علاقة بالبريمافيرا. بتروح على البروجكت ستارت على كنترول بانل وتروح على اللانجوج سيتنج وتضيف اللغات اللي انت عايزها. اذا كنت في دول بتتكلم فرنساوي ضيف فرنساوي ضيف اسباني ضيف عربي وات ايفر يو وانت. عاوز تعمل اديتنج لكل الكولمز هنا وتكتبها كلها بالعربي يو كان دو ات. تمام. تحط كل الفارينسز الموجوده عندك وتطلع الكلام ده الموجود عندك في الكولمز. ممكن طبعا الكلام ده كله تعمل عليها هايلايت كنترول اي وكوبي وتحطه في الاكسل. تمام. وتبعته لمدير المشروع وتبعته لاي اخ من الاخوات الموجوده عندك وتقول له والله المشروع ده هوت ادي البدايات الخاصه بالانشطه النهايات البدايات الخاصه بالبيز لاين تاخير في بدايه النشاط تاخير في نهايه النشاط بالنسبه للسكادول هذا السكادول اندكسز بالنسبه للكوست هذا الكوست اندكس وتوري له حاله المشروع وتقعد معاه وتشوف حلول لتاخير المشروع. اتمنى تكون المحاضره عجبتكم وهذه اخر محاضره في الكورس اللي يعني دوت قبل ان شاء الله مرتب مع المهندس اسلام هنعمل انهي كورس وبجد كمان على ماي سكادول هنا ان شاء الله نحاول نقدم حاجات ونكمل باذن الله على القناه كمان بتاعتنا. اذا في اي سؤال تفضلوا يعني بالاسئله قبل ما اقفل. جروب كورس جديد شرح بي ام بي. تمام. الله يوفقك يا مهندس اسلام وييسر لك الحال في البي ام بي. واحنا بنحاول نربط البي ام بي اهوت مع البريمافيرا ومع الاكشوال. طبعا احنا ما بنشرحش بس بريمافيرا احنا بنشرح اكشوال اكسبيرينس ازاي تعمل الكلام ده حتى لو هتعمله اكسل ازاي تعمل الكلام ده في الطبيعه وتبقى مهندس محترف وتطلع تقارير وتحل مشاكل البرامج. فيعني نتمنى لك ان شاء الله التوفيق. ولو في اي سؤال قبل ما نقفل المحاضره تفضلوا. ما كانش ان شاء الله بنقول لكم يعني شكرا جزيلا. المحاضرات كلها موجوده الخمس محاضرات موجودين على جروبس موجودين ايضا على القناه. خلينا نشوف هنا موجودين ايضا على القناه بتاعتنا اللي هي ليرن بروجكت مانجمنت. لو حد محتاج اي محاضره فاتته او اي عايز حتى اشوف كورسات اليوديمي بتاعتنا ممكن افتحها كده على طول. نروح على القناه على القناه بتاعتنا نعطي معلومات قبل ما نبدا ان شاء الله.
لما حضرتك ان شاء الله هتفتح القناه بتاعتنا اسمها ليرن بروجكت مانجمنت، طبعا تسمع المزيكا الجميله دي، بتحب تسمع مزيكا، لو انت ما بتحبش تسمع مزيكا اقفل المزيكا، هتلاقي اوفر فيو عن القناه، هتلاقي هنا اليو اس اي انجلش كورس، ده الكورس بتاع يوديمي حطيناه موجود هنا اول حاجه، اللي عايز بس لغه انجليزيه موجود، طبعا انجلش ليكتشرز المحاضرات اللي عملناها قبل كده كلها تحت منها، موجود محاضرات البريمافيرا كلها بالعربي اللي احنا عملناها قبل كده، موجود ايضا اوفر فيو اوف ذا شانل، كل الحاجات مثلا هتلاقي حاجات خاصه بالبي ام بي، حاجات خاصه بريكاردو بروجكت مانجمنت، حطينا كم محاضره خاصين بالبي ام بي، وهتلاقي الفيسبوك لايف ليكتشرز، كل محاضرات الفيسبوك اذا فضيتك اي واحده سواء كان بالعربي او الانجليش اللي عملناها على قناه اخرى على الصفحه بتاعت اداره المشروعات موجوده، يبقى هتلاقي ان شاء الله على القناه كل المحاضرات اذا فاتتك موجوده، المحاضرات بتاعت الفيسبوك على جروبس، عند عمل التحديث للشهر الرابع مثلا خط الاساس الذي يضاف يكون تحديث الشهر الثالث. لو انت عاوز مهندس هشام انك تقارن باخر ابديت، يس ممكن تعمل ايه؟ خلينا نرجع تاني للبريمافيرا، بروح هنا على بعد ما بخلص الابديت ده وابدا الابديت الثاني، بروح هنا على مينتين وبقول له اد واقول له سيف كوبي اوف ذا كرنت بروجكت، اوكي، وبحفظ الابديت ده كانه بزلاين جديد، تمام، وبروح بعد كده على الاساين واحط هنا بي 2 قبل ما اعمل الابديت الجديد، يبقى انا كده عندي حاجتين، اما اجي اعمل الابديت الرابع ممكن اقارنه بالاوريجينال بيز لاين او ممكن اقارنه بالبريفيوس ابديت، تمام، واطلع الفارينس بالنسبه للاثنين دول، تمام يا مستر هشام، انا عايز اشوف انا متاخر انا فين من بالنسبه للبريفيوس ابديت، تمام. اي سؤال ثاني مهندس هشام مهندس اسلام؟ فقلنا بالنسبه يعني القناه موجوده، اذا حد محتاج اي دعم طبعا على جروبز اسالهم، مهندس اسلام بيوصل لنا الاسئله وانا بتابع على اخر الاسبوع، نرد عليكم او على صفحتنا او على الليرن بروجكت مانجمنت، يعني لو عندك سؤال في اي مكان تفضل مشكورا ابعت لنا وان شاء الله هنرد عليك في الوقت المناسب. اتمنى تكون المحاضره دي يعني بسيطه وعجبتكم وربطنا بالبي ام بي، وان شاء الله المحاضرات الجايه هيبقى فيها يعني انتراكشنز، هنسال اسئله واحنا بنتكلم عشان ما حدش ينام، ويبقى في تفاعل ونراجع مصطلحات البي ام بي مع حاجات من الاكشوال سايتس ان شاء الله من الاكشوال بروجكت، بحيث يبقى الناس مصحصحه معانا ومتابعانا. اشكركم شكرا جزيلا، خالص تحياتي، وان شاء الله نشوفكم في الكورس القادم. شكرا جزيلا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.